المعوقون والانتخابات ببلدان العالم تشير الإحصاءات أنه أعدادهم هي بنسبة 10% من سكان البلد. أما بلبنان فوزارة الشؤون الاجتماعية عندها إحصاءات بتدل على أنه ذوي الاحتياجات الخاصة يلي عندهم بطاقات انتخابية هن بال105,000 شخص، فيما بالحقيقة أعدادهم أكثر. بلبنان هن مهمشين وهن مغبونين، فوين حقهم من الانتخاب ووين حقهم من الترشح؟ برزت بدول العالم عبر التاريخ ومؤخراً شخصيات من ذوي الاحتياجات الخاصة، انخرطت بالعمل السياسي، شغلت مناصب مهمة وكانت فعالة بهالمجال. فرانكلين روزفلت كان مصاب بالشلل وانتخب عام 1932 رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. ديفيد بلانكت كفيف دخل البرلمان بالعام 1987 رغم إعاقته وكان وزير للتعليم ووزير الداخلية ببريطانيا. جوردن برو كفيف بعين وحدة شغل منصب رئيس وزارة بريطانيا من العام 2007 حتى 2010. سينيرات أتانياكي كان محامي رجل وسياسي وأصبح عضو بمجلس مقاطعة يوفا بسريلانكا بالعام 1999 حتى وفاته. مارتا غابرييلا ميكاتي عندها شلل سفلي، كانت عضو بمجلس النواب بالأرجنتين من 2008 وهي اليوم نائبة الرئيس الأرجنتيني. أما عربياً ظهور ذوي الاحتياجات الخاصة كان خجول حتى الفترة الأخيرة. بمصر مثلاً وبعد 60 سنة من التهميش أصدر مشروع قانون بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالعام 2017 بنص بالمساواة الفعلية والحصول على الحقوق وحريات الإنسان المدنية والاجتماعية الاقتصادية والسياسية. بالعراق موفق الخفاجي كان أول من خاض الانتخابات البرلمانية بالعام 2014. تجربة شخصية هي خوض المعترك السياسي لذوي الاحتياجات الخاصة. إبراهيم عبد الله حاول خوض المعركة الانتخابية عام 2005. للحقيقة أنا خضت تجربة الانتخابات بال 2005 لأني عزفت عن المتابعة بسبب أنه وقتها كان القانون يعتمد على النظام الأكثري وهو اللي بيعتمد على اللوائح إذا بدنا نحكي المعلبة واللي بتكون عادة مجهزة وهي كانت شبه محادل. نحن كنا عم نجرب نشكل حالي لحتى نترشح كممثلين للمجتمع المدني وقتها من ضمن حركة الإعاقة. ولذوي الاحتياجات الخاصة يلي بشكله حوالي 7 إلى 8% من المجتمع اللبناني حقهم الطبيعي أنه يكونوا ممثلين بالمجلس النيابي وبالحكومة. بالنسبة لنا وجود أشخاص من ذوي الإعاقة ضمن المرشحين أو حتى ضمن المجلس النيابي هو أمر طبيعي جداً وهذا حق مكتسب. كل الفئات المهمشة من ضمن المعوقين وحتى إذا بدك تفكر فكر بالمرأة كمان وبعدد كبير من الفئات اللي هي بالإجمال مستبعدة عن لوائح الترشيح اللي بتعتمدها الأحزاب اللبنانية. تتناسى الحكومات المتعاقبة أهمية تأمين مراكز لذوي الاحتياجات الخاصة للإدلاء بصوتهم إلا أنه قبل الانتخابات بيتذكرون. بمقابلة لوزير الداخلية اعترف بالتقصير بهذا المجال ووعد بأنه حيباشر عملية تجهيز مراكز للانتخابات اللي جاية. رح يأمنوا أشخاص كتير، رح ينقلوا أول شيء ما تيسر من صناديق الاقتراع إلى الطوابق الأرضية، ومن ثم رح يأمنوا عدد كبير من الأشخاص بقوى الأمن الداخلي والصليب الأحمر والدفاع المدني تيساعدوا هالأشخاص. بس هيدا أبداً منه حل لأنه هيدا في نوع من الإهانة الإنسانية لهالأشخاص. شو يعني أنك تحمل الأشخاص على الدرج وتنزلهم؟ هيدا نوع من الإهانة لكرامتهم. بالنسبة لموضوع حركة الإعاقة والسعي لتجهيز المراكز، هيدا موضوع صار له مستمر من 2005 بل يمكن من قبل. الحقيقة أنه دايماً قبل
الانتخابات بحوالي السنة تبدأ التحركات، ولكن للأسف مثل أمور كثيرة، مثل غالبية مواد القانون 220، مثل الاتفاقية الدولية، مثل كثير من الأمور بهالبلد، مثل الزبالة، مثل الكهرباء، مثل غيرها، في أمور كثيرة ما عم تتنفذ لأنه هيدي مش أولويات عند أهل الدولة. السؤال البارز، أين الدولة من التقنيات الحديثة المعتمدة بالدول المتقدمة لتسهيل عملية التصويت للمكفوفين؟ أما الحل المثالي فهو لما تعتمد الدولة خيار التصويت الإلكتروني، بهاي الحالة فقط بيكون قادر الكفيف يصوت بحرية واستقلالية تامة. عند تشكيل اللوائح الانتخابية تغيب الأحزاب الكبرى المنافسة عن أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة عن لوائحها. فسياسة الاجتماعية في لبنان لم تعتمد سياسة الاندماج في جميع مجالات الحياة. أحزاب السياسية لم تقم بأي جهد لإدماج الأشخاص المعوقين بالحياة السياسية ومشاركتهم بالعملية السياسية الحزبية. علي أمهز هو من ذوي الاحتياجات الخاصة، تخطى كل الصعوبات لإثبات ذاته في مجال الصحافة، وهو زميل إلنا ببرنامج تحقيق. ذوي الاحتياجات الخاصة منذ تأسيس الدولة اللبنانية من ممثلين لا بالبرلمان اللبناني ولا بالحكومة، يعني ولا مرة شفنا وزير هو من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولا مرة شفنا نائب من ذوي الاحتياجات الخاصة. لازم يكون شخص هو بيعاني من إعاقة ما ليحمل هيدي القضية على المجلس النيابي أو على الحكومة، لأنه ما حدا بيقدر يعبر عن القضية أكثر من صاحبها. من المخططات المستقبلية لدى علي هو خوض المعترك السياسي. أنا من الأشخاص اللي أكيد بيوم من الأيام بطمح أنه أكون نائب بمنطقة بعلبك الهرمل، لأنه اللي منعني بالترشح هيدي الدورة أو قبل هو عدم قدرتي المادية. منطقة بعلبك الهرمل تفتقد لمؤسسات الرعاية الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة. يعني كل أولاد بعلبك الهرمل حتى إذا كان عندهم حدا من ذوي الاحتياجات الخاصة من المفترض فيهم ينزلوا على الكفاءات، على الهادي، على المدرسة اللبنانية للضرير، وإلا هيدا الشخص بيبقى بالبيت بدون ما يكون عنده أي قدرة على الدرس أو على مزاولة حياته الطبيعية مثله مثل أي إنسان. من 20 سنة تقريباً تعرض شربل لحادث غير له حياته وسبب له إعاقة، وبعد ما صار مقعد نجح شربل بالتكيف مع وضعه الحالي، وما اكتفى بتجهيز طريق بيته لتناسب كريستو الكهربائية، بل نفذ فكرة مشروع أولى من نوعها بلبنان لتعزيز استقلاليته واستقلالية رفقاته المقعدين. عملت سيارة هون بلبنان، جهزناها بلبنان تقدر اتنقل وعيش أكثر استقلالية، وخدمتني هالسيارة لفترة طويلة، ومن بعدين لقيت سيارة مجهزة بسويسرا فجبتها وصرت أنا أتنقل فيها بكل سهولة مع شخص واحد، فبطلت بحاجة لثلاث أربع شباب كل مرة. بال 2016 كمان لقيت سيارة تانية وصار عندي سيارتين، وعلى أساس كنت أنا عم فكر إنه بس بتجديد للسيارة القديمة، وإذ بيطلع براسي فكرة من بعد ما شفت معاناة الشباب والصبايا وكل الناس اللي عندهم حالات خاصة قديش عم بيواجهوا مشاكل، فقلت أنا ليش ما بحط هالسيارة بخدمتهم وبعمل هيدا المشروع بلبنان وخلي الناس تقدر تكون مستقلة. أنا قررت أنه أخذ الموضوع على عاتقي
بلش من شيء، لان اذا بدي ضلني كنت على رقبتي وقاعد ناطر ما حدا رح يجي يعمل لي هيدا الشيء. ف وكلنا نحن كناس معوقين بلبنان نحن عارفين انه مهدور حقوقنا، وفي سببين تم حط على طول الحق على الدوله، في حق على الدوله اكيد، ولكن في حق علينا نحن كمان للي قاعدين ناطرين انه تتجه الدوله تدق بابنا. نحن اذا بدنا نطلع ونشوف من وراء تلفزيونات الدوله حتى بالاشخاص اللي ما عندها اعاقه ما عم تطلع، فاذا بدنا نضلنا ناطرين للدوله رح نضلنا مطرحنا. من هذا المنطلق انا اخذتها على عاتق انه انا بلش بشيء. صحيح أنه العيش بكرامة مطلب ما بيقتصر على ذوي الاحتياجات الخاصة فحسب، ولكن قلة الثقافة والمعرفة بحقوق المعوقين بتأدي لتهميشهم وبتسبب لهم مشاكل إضافية على مشكلتهم. إذا بدي قاعد أعدلك الحقوق اللي نحن بحاجة لها تطبق فرح تكون كتير طويلة وبتخلص الحلقة ونحن ما عم نقدر نوصل، ولكن نحن إذا بدك الشيء الأساسي أنه الإنسان اللي عنده حاجة خاصة أنه يعيش بكرامته، متى ما عايش بكرامته بقية الأشياء كلها تتطبق، إن كان من خلال النقل العام، إن كان من خلال المواصلات، إن كان من خلال الحق بالعمل، إن كان من خلال الحق انتخاب بكرامة كمان دون ما حدا يحملنا ياخدنا ويجيبنا ويربحنا جميلة على الدرج ويطلعنا وينزلنا، الحق الطبابة الاستشفائية كمان بشكل مجاني دايم، في أشياء تتطبق أشياء ما تتطبق، الإعانة الشهرية للأشخاص اللي ابدا ما ممكن يتامل لشغل، ف يعني في كثير اشياء، الاماكن السياحيه ان كانت دينيه او ان كانت عاديه، الاماكن اللي حابب الواحد يروح عليها ساعه اللي بده، فكل هالامور ضروري تطبق طيب الانسان يعيش بكرامته. بونجور بونجور. المعوقين بلبنان بشكل كتلة وازنة وكبيرة ومنتشرة على جميع الأراضي اللبنانية، ولكن ليش بعد ولا مرة شفنا أي معوق وصل وصار نايب بالبرلمان؟ أنا شخصياً مع فكرة أنه يكون في أكيد حدا بمثلنا تيطلب لنا بحقوقنا، ولكن ماني بكون مصر أنه ضروري يكون عنده إعاقة، لأنه حيلا إنسان بفكر منطقياً هو ما لازم نخلق، إذا بدي ما لازم نخلق فارق بيننا وبين الشخص اللي بيمشي، نحن مثله مثله، يعني مفروض حتى اللي بيمشي يمثلنا ونحن نمثله، فهذا التقسيم ما إنه تقسيم سليم، ولكن بيبقى على شخص بده يكون عم بيعيش اللي نحن عم نعيشه، بده يكون منفتح اللي نحن منفتحين له، يعني بده يكون عم بشارك بصنع القرار وصنع الأشياء اللي نحن عم نعيشها وعم نجرب نطبقها وعم نجرب هيدا، من هيك ساعتها بيكون بيمثلنا. شرب الحلم يترشح على الانتخابات النيابية، ولكن القانون النسبي منعه من خوض هالتجربة. لو قانون الانتخابات بلبنان دائرة واحدة أكيد كنت بفكر حلمي كنت أنا أترشح، بس إذا بتنتبه هلأني بهذا القانون ما بتلاقي غير اللي معه مصاري قادر يترشح وللي قادر يمول وقادر يعمل كتير أشياء. نحن وقانون النسبي مع أنه قسم منه منيح، القسم الباقي لو كان دائرة واحدة أكيد كنا نحن عنا مشروع كمعوقين بلبنان قادرين نخلق وقادرين نكون موجودين، بس بهذا القانون هلأني ما ببين صوتنا. في حال وصول شربل إلى الندوة البرلمانية بالسنوات المقبلة رح يكون عم بيشتغل على تحقيق عدد من المشاريع يلي بتشمل كل اللبنانيين بدون أي تفريق. أول شيء طبق القانون 220 على 1000، هيدا ببلش بتطبيق القوانين، عنا قوانين موجودة ومن حقنا إنه تطبق مثل كل القوانين، ولكن أكيد أنا إذا وصلت على البرلمان مش رح أشتغل بس لقانون ذوي الاحتياجات الخاصة أو المعوقين بلبنان، رح أشتغل للأمة كلها، يعني للبلد كله بكل القطاعات اللي بقدر أنا أشرع فيها، بكل القطاعات اللي بقدر أنا أكون عم حاسب فيها، وبزيد عليها أكتر لأنه هيدا شيء نحن عم نعيشه شيء يومي، يكون صوت صارخ بقلب البرلمان اللي عم نضوي على ذوي الاحتياجات الخاصة يقدروا ياخذوا حقوقهم للي أصلاً الوزارات السابقة هي أقرتها، وهذا ولكن بعد ما طبقت. تجربة شربل بانتخابات 2005 كانت مضحكة مبكية،
بسبب غياب التجهيزات اللازمة عن مراكز الاقتراع لتأمين حق الانتخاب بكرامة لأصحاب الاحتياجات الخاصة من معوقين ومسنين وحوامل. فكيف بتنتخب هالفئة بظل كل هالإهمال والتقصير؟ بانتخابات 2005 كان أنا والاقتراع عنا بمدرسة قديمة ومبنى قديم جداً. وقت وصلت على الانتخابات شي 100 شاب طبوا علي أطلع انتخب، قد ما كانوا كتار كنت وقعت. فطلعنا انتخبنا وخلصنا، جينا تنزل ما لقينا ولا شاب يساعدنا تنرجع ننزل الدرج. ولكن هلقني بعد فترة، يعني بهول الانتخابات اللي قطعوا هلقني تحسن الوضع وصار الأماكن صارت مزبطة، على أمل أنه بكل لبنان وبكل الدوائر وبكل المناطق يصير كل شيء مجهز للمعوقين تيقدروا يوصلوا وينتخبوا بكل حرية. بالأماكن اللي منا مجهزة عم يضطر المعوق ينحمل، وأوقات مش كل العالم بتعرف تحمل، أوقات بيوقع، أوقات عم بيتعرض لأذية، وأكيد عم يتعرض لإهانة بكرامته. ليه بده ينحمل تيقدر يروح يعمل اللي هو شيء من حقه؟ بعيداً عن الانتخابات ومراكز الاقتراع، بدورة مؤسسات الدولة حدث ولا حرج، الأمر يلي بيصعب على المعوق القيام بأبسط المعاملات. الدولة كلها ولا شيء مجهز. إذا بتروح تعمل باسبور ما فيك تفوت تعمل باسبور، إذا بتروح تبص من كرمال تذكرتك ما فيك تعمل تذكرتك. عدي ومدي ما في شيء مجهز، يعني كل الأبنية قديمة، كل الأبنية معهم هيدا. يعني بأحد المطارح رحت مطرح تقدم لدفتر السويقة، فالمكتب اللي بده يفحصني بتالي الطابق وما في أسانسور، فطل الزلمة علي من الشباك. فالأماكن الدولة ما مجهزة لأنه بعد ما عندهم السقف الكافية أنه يطلعوا فينا. ولا سبب بيمنع المعوق أنه يخوض أي استحقاق ويوصل لهدفه، ولكن بدوره يجب أنه يتصالح مع نفسه ويشتغل على تحقيق أهدافه. كمان هو المعوق لازم يكون عنده ذهنية الانفتاح وما يستحب حاله ويكون صوت صارخ وين ما موجود. يعني بس كمان يعني اللي عندهم إن كان باتحاد المعوقين أو وين ما كان موجودين، اللي عندهم هيدا الحماس واللي بيتابع سياسة، اللي بيحب يكون يشتغل بالشأن العام، فكمان عم يبحث وعم يجرب. وصار في مطارح سابقة السنة الماضية كان في ناس ترشحت لانتخابات البلديات، مش رايحين نتشرف نقعد على كرسي بس لأنه نحن يا باصلنا على كرسي، نحن اوريدي على كرسي، فبس هيدا الكرسي قادر توصلنا لمطار أكثر ما هن وصلوا. ومن المطالبين بحقوق المعوقين الانتخابية الدكتور نواف كبارة، رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. نحن التقيناه بمقر عمله بجامعة البلمان حيث بيعطي دروس بالعلوم السياسية. كان أول معوق يترشح على الانتخابات بلبنان عام 1996 وبال2005. طبعاً الإعاقة كان جزء من برنامجي، ولكن لم أترشح على عنوان الإعاقة في سنة 1996، بس 96 كانت أهم محطة لأنه كانت أول مرة شخص على الكرسي بترشح على الانتخابات في لبنان. لأقول لك أولاً، مجرد ما ترشحت أنا نحن ربحنا المعركة. ليش؟ لأنه الإعاقة اللي كانت غايبة تماماً عن تفكير رأي العام فجأة صارت قدامه وصار بده يأخذ منا موقف، وحتى لو أخذ منا موقف سلبي المهم أنه صار بدماغه وعم يحكي فيها. فباللحظة اللي تم ترشيحي ونحكى أنه في شخص على الكرسي ترشح، دخلت الإعاقة بذهن المنتخب اللبناني. طبعاً في كتير ناس أيدوا ودعموا ووقفوا معنا موقف رائع، وفي ناس قالوا أشياء حلوة، بس في واحدة قالت نحن بدنا واحد هو يردش يجرنا مش نحن نجره ليوصل. وطبعاً أنا مصور وقاعد على الكرسي، ففي ناس مرئين شافوا صورتي فقالوا ليك 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 هذا قاعد على الكرسي قبل ما يوصل. طبعاً سمعنا كتير شغلات من هذا النوع، وما بخفى عليك تم محاربتنا بقوة، يعني ما كانت القصة مسحة لأنه اعتبروا ترشيحنا جدي في ذلك الوقت. وكانت شمال كله دائرة انتخابية واحدة، أنا بهذه الانتخابات حصلت على 19,000 صوت. سنة 2005 كان جو البلد سيء، كان في اغتيال الرئيس الحريري وفي تشنج شديد بالبلد. الحقيقة بتتصل فيني المقررة الإعاقة بالعالم الأمم المتحدة الشيخة حصة بن حمد، بتقولي نواف بنتمنى عليك تترشح لأنه لازم نعطي مثل عن تقدم الأشخاص ذوي الإعاقة الانتخابات، ولبنان أحسن محل تمارس في هذه الشغلة، ونتمنى عليك أنك تساعدنا بهذا الموضوع.
فترشحت مع علمي انه انا ما فيني اكون على قائمه ما يسمى 14 هدف في تلك الوقت، لانه في قرايبي محمد عبد اللطيف كبره في القائمه، بتعرف البلد بالعيال ما بتزبط الامور، وكان في قائمه ثانيه فكنا داخل فيها، وكان فيها الجنرال عون الوزير الفرنجيه الله يرحمه مجيد رافعي واصدقاء لنا في تيم من اصدقائنا. وطبعا انا بتفكيري السياسي بحكم كنت قريب للرئيس الخص وللرئيس الحسيني، يعني اقرب الى التفكير الاصلاحي بالبلد والى بهذا التوجه. فبالتالي خدنا المعركة. في هذه المعركة أنا حصلت على 64,000 صوت، وكان الأصوات ما الإعاقة لم تذكر، معني أنا ذكرتها دائماً ببياناتي بخطاباتي وبكل المهرجانات اللي صارت، وما كانت أي إشكالية مع أي ناخب، وبالفعل سجلنا نقطة تانية. دكتور كبارة لم يترشح بهالدورة، فالقانون الجديد ما بيعطي المعوق فرصة لأنه يكون من خيارات المواطن الأساسية كصوت تفضيلي. لقيت أنه القانون الجديد ما حيساعدني أني حقي يلي شباب بدون أني أعمله، حتى وضع شو القصة. القوائم، أنت عم تعمل قائمة، القوائم هي أكثرية زعيم ومعه ناس لعبوا المراكز. ليه كثير القوائم يلي فيها شخصيات أو 4 أو 5 شخصيات مهمة جداً؟ فبالتالي انا مره وصفتها انه عندك كانه عندك ممثل رئيسي وعندك كومبارس. انا ما بقبل كون كومبارس، وما بقبل كون اذا ما في حظ جدي بالنجاح. الاشخاص ذوي الاعاقه هسه نحن ما عملنا لهم عن جد بناء على القانون الجديد عمليه تثقيف سياسي لينتخبوا بناء على قضيتهم. فبالتالي انت بتكون فيت على مغامره، قاعدتك منك ضامن انه هي حتكون معك بقوه، والصوت التفضيلي صعب كثير على الناس، قد لا تكون انت من خياراتهم الاولى، واذا ما اخذنا اصوات مهمه قد تكون نكسه لقضيتنا، فالافضل بالعكس ما نوقع بهالنكسه ونحضر لبعدين. الاشخاص ذوي الاعاقه يلي بدهم يروحوا على مراكز مؤهله بيعطوا خبر قبل بوقت ليسجل اسمهم، لتقوم وزاره الداخليه بنقل ورق مركز الاقتراع تبعه من مركزه التقليدي الى مركز الجديد، وحتى اقترحنا يكون اما قبل بيوم الانتخابات او يوم الانتخابات نفسه، ويكون فيها تسهيلات صف سياره ومع مرافق وكل الامور. رحنا على وزاره الداخليه اقترحنا عليهم الموضوع، وكثير اعجبوا هذا الاقتراح لوزير الشؤون، وارسل فيه رساله لوزير الداخليه. المشكلة كانت انه القانون اقر قبل ان يسمح لشخص ذوي الاعاقه ينقل مركز اقتراعه، ما عاد فينا نعمل شيء. دائما وزاره الداخليه ما بتقوم بواجبها الا باخر لحظه. دائما نحن ما محسوبين على حسابات الاولويه، حتى مش اولويه، حتى الثاني والثالث والرابع بحسابات الدوله. وطبعا بكل مره بننزل على الشارع او بنيجي باحتفال بخبرونا قد هن معنا وقد هن بايدونا، وهن بيخلص الاحتفال وتخلص مظاهرتنا وبصير غدا يوم اخر. إعاقة رشا ما منعتها من خوض معركة انتخابات البلدية بال 2016 بمدينة طرابلس، لا بل تمكنت من الخرق وصارت عضو بالمجلس البلدي. فكيف بتخبر رشا عن تجربتها؟ كانت تجربة كتير مهمة على فكرة، جدا، وشعرت إنه الأهل المدينة يعني موضوع ما عاد موضوع إعاقة أو غير إعاقة، يعني فكرة طبعا صار في كتير استيعاب أكثر وأكبر للموضوع الإعاقة، وما عادوا ينظروا له من باب الشفقة أو من باب بس إنه عندهم إعاقة، لا بالعكس كان في تفهم إنه ممكن كتير إنه إحنا نساهم ونساعد هالمدينة بنيل حقوقها ومتابعة قضاياها، بالإضافة لموضوع إنه نحن مشاركتنا كذوي إعاقة بالقرار اللي بيتخذ بلدياً إنمائياً على صعيد المدينة. بلدية طرابلس اللي هي عضو فيها غير مجهزة لتسهيل حركة أصحاب الاحتياجات الخاصة، ولكن ومنذ وصولها عملت رشا وما زالت تعمل على تأمين التجهيزات اللازمة. مثلا إذا لاحظتوا أنتوا طالعين على البلدية، بالأول ما كان في درابزين،
يعني اشتغلت على الموضوع انه لا لازم يكون في درابزين لاقدر اطلع ويكون مرتاحه بدون اي ازعاج. هلا حاليا مقدمه مشروع للبلديه على موضوع كرسي خاص بالويلتشيرز، يعني حتى الويلتشير بيقعد عليه وبيطلعوه على السلالم براحه تامه. يعني هلا هذا المشروع انا عم نشتغل عليه تيكون في تسهيلات انه ضمن مركز البلديه، انه اي شخص حتى كبير بالسن اذا منه قادر يطلع على السلالم انه بيكون بهالكرسي هذا بيساعد. دائما نحن بندعي وان كان كمنتدى ولا ان كان حتى كعضو بلديه، انا حاليا عم تابع مع الزملاء انه لازم ضروري يتصير تاهيل للمراكز الاساسيه. ما زالت الثقافه والتوعيه حول احترام حقوق المعوق غايبه عن غالبيه اللبنانيين، ولكن وبالرغم من هالجهل تعمل بلدية طرابلس على تنفيذ عدد من المشاريع لتسهيل تنقل المعوقين. إذا بدي أحكي كبلدية، بدأنا بموضوع في منحدرات بالشوارع، وفي منحدرات يعني ستنشأ كمان جديد حسب إنشاء أي أرصفة بالمدينة، بس للأسف الناس ما عم تحترم المنحدر، يعني بتشعري إنه في السلشاء، يعني بيعتبروا انه خلص مجرد ما لقينا مكان فارغ انه دغري منصف وعادي. بقى هيدا الموضوع نحن حاولنا انه هلا بالبلدية بلشنا نحط ارمات خاصة بموضوع الغرامة، يعني اي منحدر بيوقف اي سيارة هيدا في غرامة اللي هي بتتراوح بين 200,000 و300,000 اللي هي بنص عليها القانون 220/2000. بقى بدأنا بأول الأرصفة لآخره مشان كمان لما يطلع ذوي الإعاقة يطلع يلاقي منفذ إنه يقدر ينزل. قلة التجهيز لمؤسسات الدولة بتحد من استقلالية المعوق، ومساعدة الناس بتنقله بتزعجه ببعض الأوقات. بموضوع الشأن الانتخابي، إنه مثلا أنا لما بنتخب بطلع بمدرسة بطلع طيب أين أوصل على المكان المركز الاقتراع اللي هيدا، يعني متعب لألي ومتعب إنه بتشعري إنه يعني الناس كتير بتحب تنلهف وبتساعدك وهيك، بالعكس يعني كتير شغلة جيدة يعني، بس كمان ذوي الإعاقة بعد الوقت بينزعج بيتضايق إنه ما بيشعر إنه بيكون على حريته مستقل بكرامته إنه ينتخب بدون أي عوائق اللي ذكرتيها. يلي بيعاني من الحالة بيشعر فيها أكثر من غيره، وبالتالي وصول المعوق إلى البرلمان بيساعد على تأمين حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة. لأنه بالنهاية نحن مواطنين مثل أي مواطن عايش بلبنان، والمواطنية بتفرض علينا أنه كمان نحن مشاركين بأي مركز قرار بالدولة. بقى نتأمل أنه مستقبلاً يوصل الشخص من ذوي الإعاقة، لأن فعلاً أنه حقوقنا ومطالبنا فعلاً ما بتقدري تتبعية كما يجب إذا ما فعلاً كنتي أنت شاعرة بالموضوع. يعني أنا بقدر أقولك أعطيك مثال صغير، يعني ما حدا من إن كان عم نحكي بلدياً يشعر أنه لا لازم يكون في درابزين لو ما فعلاً في شخص عنده هالحاجة أنه نعمل هالدرابزين. لو ما في دائماً نحن كمتابعين أنه الرامبات، يعني ما حدا بيفكر فيها أنه هذا الرامب كمان للأم اللي عم تجري الكوسات، للرجال الكبير بالسن اللي منو قادر يطلع هالرصيف العالي، يعني ما يعني لازم يصير في تحسس أكثر لهالحق، يعني حقنا بالتنقل بحرية. أمال الشريف جرافيك ديزاينر، مصورة وناشطة بالمجتمع المدني، أصيبت على عمر صغير بشلل الأطفال. بفضل دعم أهلها وحثها على التعليم والعمل رغم إعاقتها، كبرت ثقتها بنفسها وولدت عندها إرادة قوية وشغف كبير للحياة. أمال ملمة بالعمل السياسي، عندها آرائها ونظرتها السياسية الخاصة، ولكن الانخراط بهالمجال عم بيكون صعب عليها، فالأشخاص المعوقين
ما زالوا حتى اليوم شبه مغيبين عن المشاركة بالعملية الانتخابية ترشيحاً واقتراعاً. كل انتخابات بنعيد نفس القصة، كل انتخابات يعني بيقولوا إنه أول شيء القانون الجديد ما ذكرنا كمرشحين، ذكرنا كمقترعين فقط، كأنه ما في حدا، كأنه ما بيحق لنا نمارس الحق السياسي، ما بيحق لنا نمارس السياسي. بعدين نطلع بالأحزاب، ما في ولا أي حزب عنده حدا من ذوي الإحتياجات الخاصة هو وان من الناشطين السياسيين الفاعلين عندهم، ولا حدا من الأحزاب رشح حدا من ذوي الإحتياجات الخاصة. المجتمع المدني عم بيسبقهم، سبقوهم بالانتخابات البلدية، وهلأ بالانتخابات النيابية يمكن ما نزل حدا، ولكن أنا سألت من أكثر من مجموعة إذا بدي أترشح أم لا. في تقصير كبير من الأحزاب تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة. كمان نحن ذوي الاحتياجات الخاصة عم نكون أمرار ما بنطحش، ما بنطالب، ما بنقول إنه نحن عم بحق لنا، أو يمكن ما بننخرط بالأحزاب. أنا ما بعرف حدا من رفقاتي بالحزب بشي حزب. بشكل عام النظرة وخاصة الأحزاب بيعتبروا ذوي الاحتياجات الخاصة إنه حاجة حرام، بس إنه ما بيعتبرون كناس فاعلين، يعني ما بيعتبرون مجموعة مؤثرة وإلى صوت وممكن مش شرط إذا عنده إعاقة، يعني بس رح يستقطب اللي عندهم إعاقة. ما الشخص اللي عنده إعاقة هو ناشط، بيقدر يكون ناشط سياسي وفاعل بالمجتمع بغض النظر عن إعاقته. بعرف أكثر من حدا عنده إعاقة كان حابين يترشحوا، بس ولكن الأسباب مالية، أسباب يعني بنهي النيابة بدنا مصاري، وإذا ما في حدا داعم كبير للحدا بده يترشح. بالرغم من كل العقبات كان لأمال تجربة بانتخابات البلدية سنة 2016. ترشحي على الانتخابات البلدية بال 2016 هو أنجح تجربة بعملها بحياتي، يعني من التجارب اللي فخورة فيها. أول شيء كنت أول حدا من ذوي الاحتياجات الخاصة بيترشح ببيروت، ما ترشحت مع السلطة، نزلت مع معارضة، ومعارضة فجائية. بيروت مدينتي. أمال شريف، مديرة إبداعية ومرشد بمجال حقوق المعوقين من سنين. ترشحت على لائحة بيروت مدينتي لأنه من حقي ومن كل حدا عنده صعوبة بالتنقل، إن كان من كبار السن أو المعوقين أو الأميات اللي معهم عربيات ولادهم، الوصول لكل الأمكنة من دون عوائق وأرصفة خالية مجهزة لألنا. وكنت دايما شدد على موضوع أنه أنا بدي أحكي أكثر شيء مع الميديا بما حق الوصول للجميع. في كل المرشحين حيحكوا بقضايا المرأة وقضايا البيئة والقضايا كثير التانية، بس بيهمني أنا سلطت الضوء على هالموضوع. راحت بنفسها إلى مبنى وزارة الداخلية لتقديم طلب الترشيح، وهالشي كان إصرار منها وحشرية لتعرف إذا كان مؤهل لذوي الاحتياجات الخاصة، وتفاجأت إنه بالفعل منه مؤهل. وبيوم الاقتراع واجهت تجربة تانية مشابهة. اليوم الاقتراع أنا بصوت بزقاق البلاط بمدرسة هي مبنيين، مبنى كتير قديم ومبنى من الخمسينات أو الستينات وفيه أسانسور. لما طلعت بدي صوت وصلت على بدي استعمل أسانسور، بيقولوا لي الأسانسور معطل. صوت طبيعي، أنا مرشحة وما معقول ما صوت وما بدي حدا يحملني، فأنا بقدر أمشي شوي وبقدر أطلع شوي، ولكن بوصل على آخر نفس. طلعت أربع طوابق، كان معي صدف باي كوانسيدس معي ميديا تلفزيون، طلعوا فيني لايف على التي في، بس انا ماني عارفه انه طلعوا لايف لانه انا عم بطلع الدرج من هي بالدرج خايفه اوقع. وصل على الطبق الرابع اخر نفس، رئيس القلم سمح لي ارتاح وبلش لفت انتخب. فتت انتخبت وانا فيلي، بيقول لي الضابط فتحنا لك الاسانسور فيك تنزلي. او ماي جاد، كان الاسانسور شغال بس ما شغلوه. انزلت ورجعت طلعت لايف مرة تانية من المدرسة، رجعت طلعت حكيت دغري. بعد ما أنا طلعت لايف رجع وزير الداخلية طلع لايف وطلع المحافظ لايف، عم بيقولوا إنه ما كانوا مستعدين. هالمرة رح وجه لهم رسالة، بفتكر رح كان معهم سنة بعد التمديد التقني يكونوا مستعدين. إذا رح نروح على المدارس وما نشوفهم الأسانسورات مفتوحة، سوري أنا هالمرة رح أروح صوت رح أرجع أطلع لايف. يمكن تصرف شرير أو فيه تهديد، ولكن حق الناس تروح تنتخب من دون ما تنحمل، إن كانوا كبار بالعمر، إن كانوا أميات حاملين عندهم بيبي أو حوامل.
نحن رفقنا أمال بنهارة، نزلنا معها على الطريق وشفنا الصعوبات اليومية اللي معقول تواجه المعوق وبتعرقل له حياته. على سوق هيك أول فترة خفت كتير، أهلي ما قبلوا سوق، ما كان بدهم يني سوق، كان ضل يقولوا لي إنه شو بدك بالسيارة مع إخواتك بياخدوك بيجيبوكي، وفيش عندك شوفير بياخدك ويجيبك ف لشو، وكانوا معارضين. بعدين إنه اعترضوا إنه على السيارة كبيرة إنه ستيشن وبقام شو بدك فيها، وأنت كلك على بعضك قد اللقمة وهالحكي، بس اشتريتها بدون ما أرد عليهم، اشتريتها مستعملة وهي أول سيارة بسوقها، جهزتها بالأركونسيال. هلا هون المشكلة بلبنان، أمرا بيكون في باركينج، حخبر على شغلة الباركينج، بيعطونا مثلا اللي بحطوا سيارة السبوت أو الباركينج لذوي الاحتياجات الخاصة بأسوأ مطرح بالمول أو بالديرة، وبيكون مطرح كتير صغير ومحشور، ما بيحسبوا حساب، بس نفتح البواب بدنا نحط ويلتشير وننزل منها، ما بيكون في سبيس اناف ننزل. فهيدا الشيء خطر، يعني مش خطر، منه براتيك، لازم يكون الباركينج تبع السبيشال نيدز مرة ونص أكبر من الباركينج العادي. بتحاول تتكل على نفسها أكترية الأوقات، ووقتها تعوز مساعدة بالأماكن العامة لأغلبيتها غير مجهزة ما بتتردد عن طلبها. أبسط شيء سيارتي عليها ستيكر، والستيكر كتير واضح، رغم كل هالشيء أمرام بشوف أنا بحطولي ضبط أصفر، ضبط الأصفر لما مطرح ما في كوينز بحطولي ضبط أصفر، لما بتجي بتحكي مع درك بقولوا لك ما انتبهنا، أو هيدي بركي فيك، بركي منه أصلي، بركي للسيارة تقليد، حتى لما بفرجيهم إنه السيارة مجهزة بيقولوا ما انتبهنا، بضطر ارجع اعمل روح الغيهم بالاصل العدد اللي كمان منه مجهز، فهي كمان البروسيس اللي بندخل فيه. أطلقت كثير من الحملات اللي بدأت من العام 2005 تهدف إلى تأمين مشاركة سياسية فعلية للأشخاص المعوقين بلبنان، ولكنها بتبقى حبر على ورق من دون أي حلول عملية. أغلب الأرصفة ببيروت وبلبنان أرصفة عالية ما فيهم رامبات، فكل ما بدي أنزل يحملوني. حقنا نترشح، حقنا نتصوت بكل كرامة من دون ما حدا يحملنا، حقنا نتعلم، وحقنا نشتغل، وحقنا نروح على الدوائر الحكومية والخاصة من دون أي عوائق، ويسهلونا وصولنا للأماكن كلها. هيدي كتير حق بسيط إنساني، وكل الناس بحق لها توصل وتعمل معاملاتها من دون أي تعب وإرهاق. حقنا نشارك بكل الحياة المجتمعية بالبلد، بكل الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية. نحن الناس منتجين، مش قاعد مش بلا انتاجية. ذوي الاحتياجات الخاصة يطالبون بالانخراط بالشأن العام وبالعمل السياسي، إلهم حق الانتخاب، ولكن يجب تأمين الوسائل التقنية لتمكينهم من الوصول إلى مراكز الاقتراع. إلهم حق أيضاً بالترشح لحتى يكون عندهم ممثل بمجلس النيابة ليطالب بحقوقهم، وعلى الأكيد إنه كتار منهم هن أكثر جدارة وأكثر كفاءة من الذين سيصلون اليوم إلى الندوة البرلمانية.